تاني نرجع نتكلم على الـ pigmentations، النص التاني من chapter الـ pigmentations. واتفقنا قبل الفاصل ان احنا قسمنا الـ oral and facial pigmentations لنوعين، يا اما ميلانوتك يا اما non ميلانوتك. والميلانوتك قسمناها focal ومالتي focal او diffuse، وهي دي كانت التقسيمة بتاعتنا، انواع المالتي focal الـ 8 والاربعة بتوع الفوكل. تمام؟ جه بقى وقت اننا نتكلم على النون ميلانوتك. احنا في اول سلايد خالص في المحاضرة حطينا الكور الملونة دي. الكور الملونة دي كل كورة بتعبر عن لون pigmentations ممكن يظهر لنا. اول واحدة كانت بتاعت الميلانين، ودي مكانها خلص خلاص، احنا اتكلمنا عنه في النص الاولاني. وفضل لنا الانواع الاتية، يا اما تبقى هنقسمها حسب لون pigmentation، يا اما هتدي blue purple pigmentation، يا اما هيبقى فيه pigmentations بنسميها هيم associated، يا اما هتبقى براون بلاك او جراي بلاك، يا اما هتبقى الاذرز، ودي انواع كتير هنقول بس منها الجوندس. تمام؟ طيب خلينا نبتدي بالبلو بيربل، وخلينا هما بلو بيربل فاسكولار ليجنز. طيب خلينا نفتكر مع بعض حاجه اتاخدت كده في الدايجنوزس، كان حاجه اسمها الدياسكوبي او ال بلانشينج تيست. ايه اللي احنا شايفينه ده؟ احنا شايفين حالتين، حاله منهم حصل تشينج في البلاد فيسل وول، بقى كبر شويه وبالتالي البلاد دخل جوه الحته دي اللي هي بقت سوبرفيشال شويه للميوكوزا او السكن، وبالتالي لو حد باصص من فوق هيلاقي حاجه لونها مزرق، لونها محمر باينه من فوق. طيب نقطه كده. واللي احنا شايفينه تحت ده ايه؟ شايفين اكسترافازيشن لريد بلاد سيلز، يعني شايفين ان احنا اتعورنا، فالبلاد فيسل اتعور طلع منه شويه بلاد، وبعدين ابتدى يلم، البلاد فيسل اتقفل، البليدنج وقف، لكن في بليدنج تحت الميوكوزا او تحت السكين. طيب افرق ازاي ان البقعه لونها محمر مزرق دي او لونها بلو بيربل دي حاجه جوه البلاد فيسل، بلاد فيسل في تشينج، ولا ان البلاد ده اكسترافازيتد بره؟ قالك سهله، هتعمل بريشر على الجزء اللي لونه متغير ده، وهتشوف والله لو هو تشينج في البلاد فيسل وول، البلاد الزياده ده هيهرب يمين وشمال، ما هو جوه بلاد فيسل، احنا لسه البلاد جوه البلاد فيسل، فهيهرب يمين وشمال، وبالتالي الجزء اللي انت ضغط عليه ده لونه هيرجع نورمال، فهيحصل فيه بلانشنج. لكن لو ضغطت على اللي تحت، هو كده كده البلاد اللي طالع ده اكشلي في الكونكتيف تيشو، فهو لا هيروح يمين ولا شمال، هو قاعد بره، فمش هيحصل فيه بلانشنج. يبقى لو حصل بلانشنج هنعمل بريشر ونشوف، اللي هو عشان كده بنسمي التست بلانشنج تيست، واسمه التاني هو دياسكوبي تيست. هتضغط على الليجن وتشوف هيحصل فيه بلانشنج ولا مش هيحصل فيه بلانشنج. زي ما احنا شايفين في الصوره اهو، عندنا في بقعه اهي ضغط عليها ما بقتش باينه قوي، لونها فتحها خالص، وهنا دي بق نقط 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 في السكن، ضغط عليها بجلاس سلايد علشان تبقى شفافة ونشوف من تحتها اللون راح ولا براحش. طيب ضغط عليها اللون ما راحش، البقعة دي زي بالظبط البقعة اللي برا اللي مش مضغوط عليها، وبالتالي دي دياسكوبي نيجاتيف او نو بلانشنج للبلانشنج تيست. تمام. طيب خلينا بقى مركزين قوي في يعني ناخد سكرين شوت كده اللي احنا شايفينه قدامنا كده، ونحطه in the back of our minds عشان هنحتاج المعلومة دي كتير في الجزء اللي جاي. اول حاجة احنا فين؟ احنا في عنوان ايه؟ عنوان non-melanotic pigmentations، واول عنوان تحت non-melanotic اللي هو blue-purple pigmentations. اول واحد من البلو بيربل هو الهيمانجيوما. الهيمانجيوما زي ما احنا عارفين هو benign enlargement او change في البلود فيسل والز، وده بيظهر غالبا من واحنا صغيرين، وممكن بعد البيوبرتي يقل شويه. لو حاجه لونها بلو بيربل كده ابتدت تظهر في الناس الكبيره سبلينجوال، هنسميها فاريكس او فاريكوزيتي، ودي لسه هنتكلم عليها قدام يعني بعد دقيقتين بالظبط. طيب الهيمانجيوما قلنا بتظهر في سن صغير، بتحب قوي تيجي في التونج، وممكن تيجي شويه في الليبيا الميوكوزا زي الصورتين اللي احنا حاطينهم دول، في التونج او في الليبيا الميوكوزا، وممكن تبقى اسوشيتد بمشكله بهيمانجيوما في السكن، بقعه هيمانجيوما كبيره في السكن دي بنسميها بورت واين، واحيانا بتبقى
في السكين ومعاها ليجن كمان في البرين، بيبقى فيه هيمانجيوما كمان في البرين بتعمل تشنجات سيجرز، وبالتالي بنسميها في المرحلة دي ستيرج ويبر سيندروم. يبقى دي انواع الهيمانجيوما، من الهيمانجيوما العادية اللي احنا بنشوفها هنا لبورت واينستين لستيرج ويبر. طيب وزي ما احنا شايفين هي يا اما بتبقى ريدش زي هنا، يا اما بتبقى بلو بيربل، يا اما بتبقى ديب بلو حسب الدبث بتاع التشينج بتاع البلود فيسل. طيب هنتصرف ازاي؟ مبدئيا هندايجنوز ازاي؟ هتدايجنوز من الهيستوري، تعرف ان الكلام ده كان طالع من واحنا صغيرين، ان دي حاجه ما ظهرتش قريب، هنعمل لها دياسكوبي هتختفي، بس مش هنعمل لها اسبيريشن. ليه مش هنعمل لها اسبيريشن؟ لان ده بلود فيسل مفتوح، هتدخل فيه ابره هتدخل في بليدنج لن تنتهي، فبالتالي احنا ممنوع في الحاله دي ان احنا نقرب ناحيتها بنيدل، مش هنعمل لها اسبيريشن، ولو حبينا نشيلها مش هنشيلها باكسجن عادي بمشرط، هنشوف هنشيلها ازاي. في العادي احنا مش محتاجين نشيلها لان هي مش مؤذيه وما بتعملش مشاكل، ويعني الناس بتتعايش معاها، لكن لو حد مش عارف يتعايش معاها، يعني ابتدت تالسريت، ابتدت يحصل فيها بليدنج كتير، ابتدت تضايق البيشنت في الاكل او في التعامل، او شكلها كوزماتيكالي بقى مضايق البيشنت، ساعتها محتاجه تتشال. بتتشال ازاي؟ يا اما بكوتري بقى، يا ليزر، يا كرايو سيرجري، يا اما امبولايزيشن. امبولايزيشن يعني ايه؟ يعني كانهم بيحطوا فيها جلطه صغيره هي بلاد فيسل، فبيقفلوا البلاد فيسل بجلطه بحيث ان هي خلاص ينشف الموارد يعني، فيخلي الليجن يقف يعني يموت. تمام، دي انواع العلاج بتاعه الهيمانجيوم. تاني نوع قلنا اللي احنا هنتكلم عليه بعد دقيقتين بالظبط، اللي هو الفاريكس او الفاريكوزيت. ده بيظهر في ناس سنها كبير، بيحصل دايلاتيشن في الفينز مع العمر، بيحصل دايلاتيشن في الفينز، وبنشوفه اكتر في الفنترال سيرفيس اوف ذا تونج، بيبقى يا اما بنشوف حاجه تورتشس كده اللي هو متعرج يعني، وبيبقى بلو او ريدش زي ما احنا شايفين هنا، بتبقى اليفيشنز بنشوفها في السن الكبير ومع الهارت فيلير، ولو عملنا لها بلانشنج هتبقى هيحصل لها بلانشنج. تمام، لو عملنا لها بلانشنج تيست يعني هيحصل لها بلانشنج، ما بنتدخلش في اي حاجة فيها، بس هي الفكرة انه انت لو ظهرت عند عيان من غير ما يكون عنده symptoms of heart problem، ساعتها ممكن تبتدي تشك انه ده احنا ممكن يكون عندنا cardiovascular problem. طيب تالت عنوان تحت البلو بيربل كان الكابوزي ساركوما. احنا عارفين برضو من ايام الباثولوجي انه في نوع من الكابوزي ساركوما بيظهر في البيشنتس ال HIV positive. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البيشنت ده عنده human immune deficiency virus، عنده immune deficiency، فبالتالي اي فيروس كان نايم وما بيعملش، او اي infection، اي حاجة، اي مايكرو اورجانيزم كان نايم في جسمه وما بيعملش، ما بيأذيش، ما بيعملش اي حاجة، هيبتدي يظهر لانه ما بقاش فيه immunity. فهيظهر في صورة ايه؟ قالك في فيروس بيبقى ممكن يبقى موجود اسمه human herpes virus 8، ده تامن فيروس في عيلة الهيربس اللي انتوا خدتوا منها، الهيربس سيمبلكس والفاريسيلا زوستر والكلام ده. في اصغر واحد في العيلة اسمه هيومن هيربس فيروس 8، هو ده اللي بيعمل الكابوسي ساركوما. طيب بيبقى بتحب برضو تيجي قوي في البالت، بيحصل يعني تشينج في البلود فيسل وول، وبيظهر في لون ريد بلو بيربل كده، وبيحب قوي البالت، وبرضو بيبقى بيحصل فيه بلانشنج. فكرته ايه؟ فكرته ان الكابوزي ممكن يكون من الحاجات اللي بتظهر بدري، فتخلينا نركز ان البيشنت ده عنده HIV. طيب احنا فين؟ احنا قسمنا البيجمنتيشنز لعنوانين كبار، ميلانوتيك بيجمنتيشن ونون ميلانوتيك بيجمنتيشن. النون ميلانوتيك قسمناهم حسب لون الليجن. اول عنوان كان البلو بيربل فاسكولار ليجنز، وحطينا تحتيه ثلاث عناوين، الهيمانجيوما والفاريكس والكابوسي ساركوما. طيب دور الحاجات اللي كانوا لما بعمل لهم بلانشنج تيست او دياسكوبي كان بيحصل لهم بلانشنج.